أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة أخبار الحصاد من تلفزيون اليوم السابع لأهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية وإلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة المخابز على مستوى جمهورية مصر العربية، ذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وأيضا تقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. وتم خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين، تم تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال 6 أشهر القادمة، وأيضا جهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية أيضا. ونتابع أيضا، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين متقدمين للتصالح وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتا إلى أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020-2021، وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على عدد من الأساسيات، هي القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية بالإضافة إلى أيام الحضور بالمدرسة، وهي تتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العلمية على ما يتم شرحه في القنوات. أوضحت الوزارة أن عدد أيام الحضور لن تقل عن 2 ولكن يمكن أن تزيد طبقا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن، فسيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعا. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف لتبادل الأسرى، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المحتجزين لدى الطرفين. وثمنت مصر الجهود المبذولة من قبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعية إلى التنفيذ فوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018. شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، شاركت في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تلقت الوزيرة اللقاح ضمن مبادرة لأجل الإنسانية، ذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية. ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45,000 مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على حوالي 40,000 مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية. وعربية، يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش وحكومة ألمانيا اجتماعا وزاريا رفيع المستوى بشأن ليبيا في 5 أكتوبر المقبل، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في شهر يناير 2020. ويعتبر الاجتماع فرصة لتقييم الوضع في البلاد والحث على المزيد من التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ويشارك في الاجتماع رفيع المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلين كبار عن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الرئيسية. ونذهب معكم إلى الشأن الدولي. أعلن الدكتور تادروس أدنهوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن اختبار جديد سريع لفيروس كورونا، ويمكن من خلاله تحديد إصابة الشخص من عدمه خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط. وأشار في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة
في جنيف إلى أنه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار، وذلك للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الأشهر الستة المقبلة، وستوزع على عدد كبير من البلدان الإفريقية بداية من شهر أكتوبر، لافتا إلى أن سعر الاختبار الجديد هو 5 دولارات فقط. ورياضيا، افترض مسؤول النادي الأهلي كذب رواية سويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الخاصة بعودته من سويسرا يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها بداية من يوم الأربعاء المقبل، وبالتحديد بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر. ويرى مسؤول الأهلي أن فايلر يرفض الإعلان عن موقفه الحقيقي حاليا في الوقت الذي ترى فيه الإدارة أن نية فايلر هي فسخ عقده في الأول من أكتوبر بمجرد حلول موعد حقيته في الفسخ دون دفع أي شروط جزائية. ونكمل معكم مع أخبار الرياضة العالمية. حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه أرسنال بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب أنفيلد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. شارك الثنائي المصري محمد صلاح مع ليفربول ومحمد النني مع أرسنال منذ بداية المباراة، وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التهديف لفريق أرسنال، ونجح النجم السنغالي ساديو ماني في إدراك هدف التعادل سريعا لفريق ليفربول، وذلك في الدقيقة 28 بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس لينو، وذلك بعد تصديه لتسديدة النجم المصري محمد صلاح. وأضاف روبرتسون ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 35، واختتم جوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 88. والختام مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد ورياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حصاد الإخباري، أعده لحضراتكم رامي نوار، وقدمت شروق وجدي وهشام عبد التواب. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا وإلى اللقاء.